فالوضوء هو من مفاتيح الخشوع في الصلاة. حسن الوضوء من مفاتيح الخشوع في الصلاة. حسن الوضوء من مفاتيح الخشوع في الصلاة. تفريطك فيه يؤثر، لأنك إذا توضيت وزالت عنك هذه الأدران الخارجية وزالت عنك السيئات والآثام، كان نقيا من القلوب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فكسب الأيدي وكسب الجوارح حرام، كلا بران. فهذه القلوب مغطاة، فإذا توضأ وطهر نفسه فأصبح طاهرا، كان ذلك القلب نقيا صافيا. فاستحضر الخضوع واستحضر الخشوع وتأمل الآيات وتدبر القرآن. أنت بنفسك أحيانا تلاحظ إذا أحسنت ذلك تأثرت حتى بكتاب الله، حتى بصلاتك، حتى بأمورك. لذلك أنت جاهد نفسك حتى تنال هذه الفضائل. نعم.